وللمزيد حول قمة شنغهاي ينضم إلينا الأستاذ في جامعة موسكو للعلاقات الدولية كيريل كوكتيش. مرحبا بك معنا في هذه النشرة من RT. أرحب أيضا بضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازار، مرحبا بك معنا. ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، مرحبا بك معنا أيضا في هذه النشرة. لو أبدأ معك ضيفي من موسكو كيريل كوكتيش، هل يمكن أن نعتبر أن زيارة الرئيس بوتين للصين كانت ناجحة وحققت الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من هذه الزيارة؟ أعتقد أن الرد نعم، أعتقد أن الزيارة كانت أكثر من ناجحة، فقد تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية، وأهمها بالطبع هي اتفاقية الغاز. أعتقد أن الصين تدفع مقابل الغاز لمدة 10 سنوات مقدما، وهذا يعني أن هناك مستوى عالي من الثقة بين البلدين. أي يمكننا القول بأنه في خلال هذه الزيارة لبوتين تمكن من تحقيق كل الاختراقات الممكنة التي كانت ممكنة في الاتجاه الصيني أو في التعاون مع الصين. طيب دكتور بيير من بيروت، إذا كنت تسمعني، يعني ما دلالات توقيع هذا الاتفاق الضخم بين بكين وموسكو للغاز؟ يبدو أن ضيفي من بيروت لا يسمعنا حتى الآن، سوف أعود بعد قليل لضيفي من بيروت الدكتور بيير عازار. أنتقل ربما بنفس السؤال إلى ضيفي أستاذ أحمد فتحي من نيويورك، هل تعتقد أنه سوف تكون هناك ربما انقطاعات مستقبلية للغاز الروسي نحو أوروبا، خصوصا وأن هناك الآن تخوفات أوروبية بعد هذا الاتفاق؟ يجب أن ننظر إلى إنتاج الغاز الروسي وتصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي بناحية إجمالية، وقيمة العقد الذي تم توقيعه مع الصين كنسبة من الطاقة الإجمالية للتصدير. أنا لا أتصور أن روسيا ستقوم بقطع إمدادات الغاز لأوروبا، لأن الغاز والنفط يمثل للميزانية الروسية 70% من إيراداتها بالعملات الأجنبية، ويمثل لأوروبا 30% من احتياجاتها النفطية أو احتياجات الطاقة عفوا التي توفرها شحنات الغاز الروسية. كيف هنا التعاون بين أوروبا وروسيا هو تعاون لمصلحة الطرفين. كيف ستكون ردود الفعل في الولايات المتحدة على اتفاق من هذا النوع؟ لا أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على الولايات المتحدة، فحصول الصين على مصادر للطاقة مستقرة سيدفع المنتجات الصينية التي تقوم بتصديرها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تكون في أسعار متناول الجميع، فهذا بطريقة غير مباشرة يأتي في صالح الدول الغربية سواء بجناحيها الأمريكي أو الأوروبي. طيب أستاذ كيريل كوكتيش من موسكو، يعني هل يمكن أن يؤثر هذا الاتفاق الروسي الصيني على العلاقات الاقتصادية الطاقوية بين روسيا والدول الأوروبية؟ بالطبع سيؤثر وبشكل مباشر، لأن الأمر يكمن في أنه اتصالا بالأزمة الأوكرانية من الولايات المتحدة بدأت لعبتها الاقتصادية بما في ذلك محاولة إقناع أوروبا من جهة بأن هذا تعامل مع روسيا هو أمر صعب، وحاولت إقناع أوروبا على هذا الأساس بشراء الغاز من أمريكا بأسعار تفوق السعر الروسي بمرة ونصف، وكذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، أي أن أوروبا وقعت بين ضغطين بين أوروبا مع أمريكا ومن الجانب الآخر مع روسيا. وفي إطار هذه الاتفاقات لا يمكن أن يدور الحديث حول أن الغاز الأوروبي الأمريكي الروسي لن يأتي إلى أوروبا، فالمعاهدة
فالاتفاق يتحدث حول ثلث فقط الامدادات التي تأتي إلى أوروبا، ولكن هذا الأمر هذه رسالة لابد على أوروبا من أن تستمع لها. هناك بالإضافة إلى ذلك وعامل هام جدا، فهذه الاتفاقية تم توقيعها من دون مشاركة الدولار، أي أن التعاملات سيتم في الروبل واليوان، وهي أيضا رسالة هامة جدا للغرب، تظهر بها روسيا أنها مستعدة للخروج من التعامل بالدولار اتصالا بالعقوبات التي فرضها عليه الغرب. وأذكر هنا بأن الدولار غير مدعوم بموارد دولية قوية، وحتى الآن الدول جعلت مواردها في الطاقة في الدولار. دعني أنتقل إلى ضيفي من بيروت دكتور بيير عزار، لا أدري إن كان يسمعني دكتور بيير. يعني دكتور بيير، هل أنت تسمعنا الآن؟ للأسف الشديد ضيفي من بيروت لا يسمعني، لم نتمكن من ربط الاتصال به. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من نيويورك أستاذ أحمد فتحي. هل يمكن لهذا التقارب الروسي الصيني أن يعزز ما كان يتداول سابقا في الأروقة السياسية، وهو تغيير في موازين القوى الدولية في العالم؟ التعاون الصيني الروسي ليس بشيء جديد. نتذكر أن روسيا والصين بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا والهند هم أعضاء فيما يسمى مجموعة البريكس. تعقيبا على كلام ضيفك من موسكو، أنا أحب أن أضيف أن التعامل بالعملات المحلية بين أعضاء البريكس هذا ليس موضوع جديد، هذا الموضوع مطروح منذ العام الماضي أو ربما قبله، أن سيكون التعامل بين هذه الدول من خلال عملاتها المحلية. أما بالنسبة لأسعار الغاز الأمريكي مقارنة بأسعار الغاز الروسي، بكل تأكيد الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عن طريق خط أنابيب، بينما الغاز الأمريكي حتى يصل إلى أوروبا فيجب نقله عن طريق شاحنات الغاز المسال، فهنا يوجد فرق في تكلفة عندما نتحدث عن موازين القوى. أستاذ أحمد فتحي، عندما نتحدث عن موازين القوى العالمية، العرب ما زالوا يذكرون في وقت ليس ببعيد الفيتو المشترك الروسي الصيني. كيف سيؤثر هذا التقارب بين روسيا والصين على موازين القوى في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟ بالنسبة للفيتو الروسي الصيني، نحن رأيناه يمارس في القرارات التي كانت تدين الحكومة السورية، حكومة بشار الأسد، ولا يوجد تغير في هذا الاتجاه، ليس من المنتظر، ولكن سيوجد أيضا قوى للفيتو الأمريكي، البريطاني، الفرنسي في مواضيع وملفات أخرى تهم الصين وتهم روسيا الاتحادية، فهي عملية تبادلية بين الأطراف. طيب أستاذ كيريل كوكتش، هل يمكن أن نتحدث الآن عن ربما تعاون أكثر بين البلدين في مجالات أخرى غير مجالات الطاقة؟ نعم، فقد تم توقيع ما يزيد عن 40 اتفاقية، وهو بناء من بينها بناء طائرات مشهورة وكبيرة تنافس الإيرباص، وكذلك مشروعات تكنولوجية كبيرة جدا، وكذلك عمليات اندماج في المجال العسكري، أي أن هناك الآن بدأت بعض التدريبات التي تشارك فيها الفرق الروسية والصينية. وأعتقد أن هذه العمليات وإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي ذكرت في 40 اتفاقية أشرت إليها اليوم، هي تظهر مستوى عالي جدا من التقارب الاستراتيجي والتفاهم بين موسكو وبكين، أي أنني يمكن للقول أن موسكو وبكين تحركتا بمعدلات كبيرة من التفاهم في خلال 20 سنة الأخيرة. بوتين دعا إلى إنشاء هيكلية أمن جديدة لآسيا في المنطقة، ما هي الآلية الأمنية التي يمكن أن نراها في المنطقة أستاذ كيريل؟
الحديث هنا في هذه المسألة صعب إلى درجة ما، وأعتقد أنه سيكون هناك عدد كبير من المشاركين. نحن نرى أن اليابان تحدث عن إمكانية إعادة النظر في دستورها، أي أنه يمكن استخدام قواتها ليس فقط في داخل اليابان بل في خارجها. اليوم الدستور الياباني يجرم ذلك ويمنع ذلك، ونحن نرى كذلك هناك توجه موالي لأمريكا في الفلبين لم يكن موجود من قبل، أي أن هناك قواعد أمريكية بشكل واضح يتم إعادتها وقد تم تدميرها في السابق في وقت الرئيس ماركوس. أعتقد أن هذه المفاوضات ستكون موسعة، وحول شكل هذه المنظومة الأمنية في منطقة آسيا المحيطة هذه ستتوجب علينا الانتظار، ولكن من الواضح أن روسيا والصين يسعون ليكون مركزا للاستقرار ومركزا مستقلا لدى الضرورة ومن دون مشاركة الولايات المتحدة لضمان الأمن في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم. وهذه المناورات العسكرية والتدريبات العسكرية المشتركة دليل على ذلك. أعتذر على المقاطعة أستاذ كيريل، الوقت يداهمني. أريد أن أتوجه بالسؤال إلى ضيفي أستاذ أحمد فتحي من نيويورك. في الحقيقة بوتين أشار من شنغهاي إلى أزمة سوريا. لو سمحت لي أستاذ كمال أن أعمل تعقيب سريع. نعم تفضل قبل أن ننتقل للنقطة. تعقيب سريع على مداخلة الأستاذ كيريل في جزئية صناعة الطيران وبيع تكنولوجيا روسية لتصنيع طائرات تنافس الإيرباص والبوينغ. أرجو أن لا ننسى أن إيرباص تقوم بتصنيع طائرات في داخل الصين. التكنولوجيا الايروسبيس الروسية بالنسبة للمجال المدني يوجد الكثير من العقبات التي لم تستطع روسيا أن تقوم بحلها. وأتذكر مثال في هذا شركة سيروكو للطيران التي كانت مشاركة بين رجال أعمال مصريين وروس. نعم. لم تستطيع أن تنافس هذه الشركتين، وأنا لا أتصور أن الصين ستقوم بضرب مصالحها بتصنيع طائرات تستطيع أن تبيعها بسهولة للاستثمار في تصنيع طائرات. سؤال أخير. لا تستطيع أن تسوقها بنفس السهولة. طيب سؤال أخير قبل أن ننهي هذه المقابلة باختصار. بوتين أشار إلى أن أزمة سوريا تنعكس سلبا على منطقة آسيا ككل. كيف يمكن أن تؤثر الأزمة في سوريا على المنطقة في آسيا برأيك؟ بالنسبة للموقف السوري بعد أن رأينا أنه كان يوجد يعني مساحة من التوافق بين القوى الدولية روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين حول حل هذه الأزمة، رأينا مع تفجر الأزمة الأوكرانية أن هذا التوافق لا يوجد. بالنسبة لآسيا كما أن للصين وروسيا بعد الزيارة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين التوصلوا إلى اتفاقات في التعاون العسكري في هذا المجال، فيوجد اتفاقات تعود لعقود مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تستطيع الولايات المتحدة أن تتخذها كورقة معادلة لميزان القوة في هذه المنطقة من العالم. من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي من موسكو الأستاذ في كلية النظريات السياسية في جامعة موسكو للعلاقات الدولية كيريل كوكتش، ونشكر أيضا ضيفنا من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية بير عزار، ونأسف لعدم تمكننا من الاتصال به لظروف تقنية خارجة عن قناتنا. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا.